أجهزة تنفس ومعدات للحماية الفردية ومعدات للفحص الطبي وقفازات طبية وترمومترات وغيرها من المعدات الصحية هي جملة المساعدات التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية، حيث سلمها السفير الصيني لدى البلاد إلى وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال. وفي حديثه بهذه المناسبة هنأ السفير الصيني لدى البلاد سعادة لي جي جين الحكومة التشادية على الجهود المبذولة تحت قيادة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنام من أجل التصدي للوباء، مضيفا بأن هناك كمية أخرى من المعدات ستصل إلى البلاد في القريب العاجل. ومن ناحيته وزير الصحة العامة البروفيسور محمود يوسف خيال فقد شكر حكومة الصين الشعبية لدعمها المتواصل وتقديم المعدات اللازمة لمكافحة هذا الوباء في هذا الوقت، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في مجال الصحة يعطي الأولوية لتدريب وتأهيل الكوادر. وفي هذا الصدد ستصل إلى البلاد في القريب العاجل فرقة طبية صينية لدعم جهود الحكومة التشادية في التصدي لفيروس كورونا، كما دعا وزير الصحة العامة ممثلي النقابات المهنية العاملة في مجال الصحة للتريث والعمل من أجل مساعدة الحكومة في كفاحها ضد هذا الوباء، وأكد بأن استقبال هذه المواد يطمئن النقابة بأن حماية العمال تعد من أولويات الحكومة عبر وزارة الصحة العامة.